عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي زي ما انت عايز بالسمك. يلا مقادير السمك يا اولاد اتفضلي. كيلو سمكه قرافس، ربع كوب عصير ليمون، زعتر، ملح وفلفل، ربع كوبايه زيت، 3 فص ثوم مفروم، 3 حبات بصل كبيره جوانح، كرفس مخرط، شرايح ليمون، جزر شرايح طويله، مشروم شرائح، فلفل حار شرائح، فلفل الوان مكعبات. اوكي بس كده. طيب النهارده مدام امال جلال عامله لنا سمك قرافس، اول مره في حياتي اسمع عنه، بس انتوا لو ما تقوش ممكن تجيبوا اي سمك تاني. هو زي ما بين الوقار والقاروص، ما بين الوقار والقاروص، والسمكه لونها جوهري هتهالي كده، بني هي لونها مختلف شويه، هخليه يوريها للناس. انا اول مره اشوف الشكل ده. اهي دي سمكه اسمها قرافس، دي هي مستخدماها النهارده وهتعمل بيها طبق السمك. طيب هنعمل ايه اول حاجه؟ هعمل حالا انا بس بلبس الجوانتي ده، هجيب ال قولي لي وانا امسك لك واعمل لك كل طيب حاجه. عايزه ايه؟ خلاص السمكه؟ خلاص لا خلاص انا هشتغل كده. اوكي هنبتدي احنا الاول هنا بالبصل، هنحطه على الصينية اللي احنا حاطين فيها الفويل دي. اوكي هنحط ملح وفلفل عليها. طب حاجة ايه بقى الجوانتي عشان هو كده قطع اصلا. ملح وفلفل. اوكي بس بعدين هنعمل كده كده. طب ممكن بس نشيله عشان كده المنظر مش انا مش عايزة اخد وقت بس. اوكي خلاص وبعدين هنجيب السمكة. السمكة هنا اهيت. ايوه يبقى حطينا بصل وعليه ملح وفلفل، والسمكه اهي متنضفه من جوه وزي الفل. هنعمل كده، هنقطعها بالورب 2 من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه نفس الحكايه. اوكي معلش انا همسك بايدي بقى. لا عايزه جدا عايزك فله. بنبتدي نشقها وهنبتدي نحشي اكيد الشق ده. أوكي. هنبتدي نعمل الصوص بقى. هنعمل الصوص بس. اوكي هدي هنا اهي ليمون. قولي لي وانا هنقول لك الحاجات. حاضر. ليمون و ملح وفلفل، زعتر، ثوم، ليمون والثوم والزعتر والملح. ده ايه ده بقى؟ والفلفل. هو ده الزعتر، زعتر بري وزعتر نوعين زعتر. بتحط كله مع بعضه مع بعض. وبعدين عايزه الزيت لو سمحت. والزيت هو هنا ممكن نحط في الوصفه دي زيت زيتون، كل واحد للي حابب. حسب الامكانيه. وبعدين نحط حوالي ربع. اللي حابب يحط حاجه يعني شطه او حاجه كده يحط. اوكي هنبتدي نمسك السمكه كده عشان ممكن بقى بعد اذنك. معلش عايزه تقلبيها؟ لا لا انا همسك كده بس. هقلبها لك. لا 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 استنى. أوكي. بس انا همسك بس كده بايدي كده واعمل كده. هي لازم تدعك بالايد كده. اوكي خلاص كده كده كده. والناحيه الثانيه نفس الحكايه. عشان يتوغل في المسام بتاعي. مفروض. اوكي وبعد كده تخش الفرن؟ لا لسه. اوكي هنحط تغرقيها بقى. ونفتح ممكن نفتح بطنها. بطنها اهي اتفضلي. اهي هنغرقها كلها بالتتبيله. اوكي ماشي بقى. مضطر امسك كده بس دي مشكله. اهي بس كده. بتخش بقى الفرن بتقعد قد ايه؟ بتقعد 45 دقيقة على فرن 240. اوكي وبعد لما بيطلع الخضار ده ايه بقى؟ ما انا هقول لك. بعد ما بتطلع من الاول هنحط الكرفس ده. اوكي في البطن برضو. اوكي هي كده التتبيلة وتحط فيها الكرفس وتخش الفرن لمدة 45 دقيقة. وبعدين نحط هنا كده ليمون متقطع سلايسز الليمون في الحتت اللي حضرتك في في الشوق اللي حضرتك حطيتيها. اوكي ممكن نحط هنا كمان. اوكي
طب وانت بقى بتحمليها كده اشرحي لنا الخضار اللي هناك ده. اه الخضار انا عملت كل الخضار خرطته. الخضار ده اللي هو ده انا هحطه هنا بس عشان الناس تبقى فاهمه. مشروم وبصل وجزر وفلفل احمر وفلفل من ده وخرطته كله وبعدين حطيته في شويه زيت على النار. شوحتيه؟ شوحته خلاص يتشوح بس ما يتقدم معاها بس ده احطه جنبها بس. أوكي. كده خلصنا اول حاجه السمكه. قلت لي نوعها ايه؟ قرافس. القرافس تحفه. تخش الفرن مده 45 دقيقه وبعد كده تطلع وتبقى احلى سمكه في الدنيا.